يتهمني كثيرون بالإلحاد وبأنني في أقصى الأحوال من اللادينيين أو أعداء الدين والإله، لكن لا يفطنون على قضية أساسية، وهي أن مشكلتنا لا تتعلق بالإلحاد ولا الإيمان، لا تتعلق بالدولة إن كانت خلافة أو غير خلافة، ولا تتعلق أيضا بالدين، إنما تتعلق بقضية أساسية هي الإنسان. من يتحدث بهذه الأمور أو عن هذه الأمور ويستثني في حديثه الإنسان اعتباره تابعا لدين أو مواطنا تابعا لدولة، من يتحدث بهذه الطريقة هو يعتبر أن الإنسان كائن مستلب ومنذور فقط في الجماعة، ومثلما يقدم الناس نذورهم في أضاحي العيد للقطيع ولرب القطيع، الموضوع لا يتم إلا على حساب الإنسان، وعلى هذا الإنسان أن يرضى بدوره كجندي يستعد لأن يقرب نفسه أو يقدم نفسه فداء الوطن، والقربان هو من القرب، يعني بمعنى المعاني هو أيضا التقرب إلى الإله، فالإنسان الذي يدافع عن الإله هو بالضرورة هو قربان. بالتالي الإنسان الموجود هو ليس إنسان إنما مجرد مشروع قربان دائم حتى الممات. السؤال: مثل هذا المؤمن القربان ليس لديه ما يعني بالطبع ما يقوله مع أمثالي إلا ما توفر لديه من مصطلحات جهزها له السيادة. هذا الإنسان هو لا يرى نفسه بنفسه، إنما يرى نفسه بما جرى تعليمه عليه، أي بما يجب أن يكون عليه، بمعنى المعاني أنه لا يرى نفسه اعتبارها شيئا خاصا به، إنما شيئا يجب أن يتخلص منه وأن يخشى منه، لأنه بالنتيجة سيكون أو سيعمل في غير صالحه. بمعنى الديني الذي يسمي هذا الأمر أن الإنسان يتحدث أو يناغي أو يخاطب شيطانه ويقدم له ما يرضيه، بالمعنى العلمي أو الواقعي أن الإنسان عليه أن يقاوم ذاته ويرفض ما تجود به نفسه أو أن يحقق أحلامه الخاصة التي تعبر عنه كإنسان. هذا الأمر مرفوض دينيا بالمطلق. طبعا هذا الإنسان الذي يتحدث أو يرى أمثالي يتحدثون يعتقد بأنني عدو من أعداء هذا القطيع، بغض النظر عن سلامة نيتي أو سلوكي المسالم أو نواياي الحسنة، لأن الموضوع بالنسبة له لا يتعلق بالنوايا الحسنة ولا يتعلق بالتفكير ولا يتعلق بالبحث عن فرص أفضل، إنما عن قضية واضحة وبسيطة جدا في ذهنه، وهي حماية القطيع وعدم السماح بأي صوت يخرج على إيقاع القطيع. هذه المسألة الأساسية بالنسبة له، أي شيء عدا هذا هو بالنسبة إلى شيء مرفوض، هكذا يفكرون. فبالتالي أنا لاحظ بالتعليقات دائما، ليست عندي بالقناة، أكو مئات تعليقات طبعا ما شاء الله، لكن هي القضية أنه عندما تجد هؤلاء لا يناقش ما تطرحه، هو فقط يأخذ إشارة سريعة جدا أن هذا الصوت هو نشاز خارج الصوت المعتاد الذي رسخه قادة القطيع وزعمائه في رأسه، بالتالي هو رأسا يتنكب آياته وأفكاره ويصرخ ويشعر بالغضب الشديد، لأن هنالك من كسر الإيقاع بحسب تعبيرات الموسيقيين. هذا الأمر هو الذي جعله يتذكر نفسه، لأنه عندما يحاول أن يرد عليك أو يناقشك أو يدخل معك في الجدال، هو بمعنى المعاني يسترجع ذاته ويحاول أن يبني خطابه الخاص، وهذا أمر بالنسبة إلى مخيف، بل لا يجوز أن يفعله حسب تعليمات رجال الدين. مثل هذا الشخص الذي يحاول أن يجادلني وهو مصنع طبعا خصيصا لحماية القطيع والتضحية من أجله كقربان، أقول له أنا لست مشغولا بموضوع الله، هذا الموضوع رسخه قادتك وشيوخك في ذهنك فقط لكي تنسى نفسك، فقط لكي تذوب في كائن آخر لا شكل له ولا لون ولا رائحة ولا حتى وجود، حتى وجود عيني غير موجود، وأعني كلمة الله أو فكرة الله. عليك أن تسألني بدلا من هذا، هل تؤمن بالإنسان؟ هذا اللي أدعو إلى الجميع وإلى الانتباه له، لأننا عندما ننطلق من هذا السؤال سنجد الأجوبة الصحيحة
أو الأجوبة الأفضل التي بإمكاننا أن نحولها إلى واقع ملموس يسهم في تغيير حياتنا. أما عندما نسأل أسئلة غيبية، السؤال عن هل تؤمن بالله، هذا يعني أنك أخرجت نفسك ومن تسأله من دائرة الواقع، جعلته يدخل في عالم الغيب أو في عالم الذهن والتصورات الغيبية التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول إلى واقع. من هنا أنا أدعو الجميع إلى أن يسألوا السؤال الصحيح، أن يسألوا: هل تؤمن بالإنسان؟ هل تؤمن بأن وجود الإنسان وضمان وجوده أمر مقدس ولا يجب أن يمس بأي شكل من الأشكال؟ هل تؤمن بأن المس بفكرة الله ليست بقدر أهمية المس بقيمة الإنسان؟ وإلا فما قيمة إله يعبده لا إنسان؟ أي بمعنى ما قيمة إله يعبده كائن منزوع الإنسانية وفاقد للأهلية العقلية والفكرية؟ من هنا نستشف بأن سؤال هل تؤمن بالله هو غلط. طبعا هذا أمر لا قيمة معرفية حقيقية له، بل ننشغل بأمر أساسي ولا تفوقه أي أهمية عداه، وهي وجود الإنسان والتصدي لأي محاولة لتدمير إنسانيته ووجوده. بالتالي لا يجب أن نعتبر الله أو اعتبار الله ووكلائه أو وكلاء الله هؤلاء حكاما على قيمة أي إنسان. هؤلاء لا حق لهم بالتحديد قيمة أي إنسان، لأنهم يرفضون الإنسان أصلا، يعتبر الإنسان كائن له علاقة بالشيطان. وفعلا هذا هو التوصيف الصحيح للإنسان. وعندما نراجع الخطاب الديني أو النص المقدس الديني، نجد الإنسان كفور جهول، جميع مواصفات السيئة توصف بكلمة الإنسان أو مفهوم الإنسان. فهؤلاء بالتالي الذين يحكمون على الأفراد وعلى الإنسان لن يحكموا أبدا في صالح الإنسان، إنما يحكمون فقط لصالح ربهم، أي لصالحهم هم باعتبارهم هم الوكلاء، يعني يحكمون على حساب كل إنسان. هذا الذي نلاحظه دائما عندما هم يحكمون على أساس النص الديني الخاص بهم، وعندما يتعارض هذا النص مع مصالحهم الدينية أو الربانية يغيرونه. أما عندما تتعارض مع مصالح ناس بالملايين فهذا أمر لا يعنيهم بالشيء، والأدلة لا تحصى، تحديد النسل مثلا أو دعوة لا تحديد النسل، أيضا أخذ اللقاحات، هذه لا تهمهم بالشيء قدر ما يهمهم النص المقدس. معنى المعاني، الإنسان ليس هو المهم، الإنسان المتعلم أيضا ليس هو المهم. أدي حلقة عن ابن تيمية والكيمياء، ممكن تشوفوها، هذا تحدث بها أنه العلم ليس مهم بالنسبة للخوارزمي، وعلم الجبر الذي اكتشفه الخوارزمي ليس بالشيء، وقال أنه هو حتى إذا كان بنفع فإحنا لدينا ما في العلوم الشرعية ما يغنينا ويزيد عن علومه، وطبيعية أو شيء من هذا القبيل. من هنا نرى بأن الله نجده لا يبالي بما يحصل للناس جميعا، إنه يبالي فقط بحقوقه، وحتى في أحيان معينة في الآيات القرآنية يقول إنه سيبدلهم إن لم يقدم الناس طاعة الولاء التام لهذا الإله، فإنه قادر على تبديلهم وسيجد أفضل منهم. هذا الإله بالتالي يبحث عن حقوقه فقط، لا حق للعبيد ولا قيمة إلا في حالة واحدة لا غير، وهي حين يتخلى هؤلاء العبيد عن حقوقهم، أو حتى يعني لا حق لهم بأن يعرفوا حقوقهم أو يشعروا بوجود حقوق لديهم على هذا الإله، بل عليهم فقط أن يدفعوا لربهم حقوقه المفروضة عليهم حسب الكهنة وأوامر الكهنة. هذا ما جعل البشر وجميع المؤمنين عبارة عن سكان حظيرة لا فرق بين أحدهم والآخر إلا بالتقوى. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه لا فرق بين الجميع إلا بهذه المسألة. التقوى ماذا؟ تقوى الله. الله هو الذي كان يمثل الدولة أو السلطة أو الحكومة. دعونا من كلمة الإيمان بالله وعدم الإيمان بالله، ومعنى السؤال الضمني الواقعي: هل تؤمن بهذا النظام؟ هكذا يصبح البشر أليسوا أكثر من سكان حظيرة يجب تدجينهم جميعا وترويضهم على النظام الإلهي الذي يشرف عليه الكهنة.
وبالتالي لا فرق بين كائن قطيعي وآخر إلا بالتقوى. كلما ازددت تقوى للإله الذي تعبده أو الذي فرض عليك أرغمت على الحياة ضمن فضائه، كلما أصبحت مؤمنا صالحا. هذه قيمتك، أن تكون جزءا من قطيع متماسك متماثل مطيع يتحرك كما يقال كأسنان المشط. هذه هي المساواة الدينية، هذا هو تعريف المساواة الدينية التي يقاتل من أجلها المؤمنين السذج أو المغسولي الأدمغة، أن يصبح كل مؤمن مماثل لأخيه المؤمن، ليس حبا بالمؤمن نفسه بل لأنه مطيعا لله. المسألة ليست أفقية بينه وبين الآخرين، بينه وبين أخيه بالإيمان أو أخيه الحقيقي أو ابنه أو زوجته أو جيرانه، أنه الأخوة ليست لهؤلاء والصداقة غير موجودة في الدين، إنما كل إحنا علاقتنا عمودية بالله وحسابنا مع الله مباشرة، وكل ما علينا أن نجيد التعامل مع الآخرين ونحبهم أو نعاديهم وفقا لهذه العلاقة مع الإله. أي أن الدين جعلنا رفع الواسطة بيننا وبين الله. هنا مشكلة الدين الإسلامي، لم يترك أي فرصة بين العبد وربه، بمعنى معاني لم يتح فرصة للسياسة لكي تعمل، وهذا اللي يفسر لنا لماذا لا نجد لدينا سياسة حقيقية. لأن السياسة بالنسبة لدينا هي سياسة الخيل، أي القرباج بالمصري أو الصوت، أنه تقود الناس بالصوت. دي يعني إحنا بالعراق نقول عندما تسوق الغنم أو الحمير تقول دي وتضربها بالصوت. فدي هي الدين، أصل كلمة الدين هي الدي بالسومرية حسب رأي خزعل الماجدي، قال هو كلمة دي بالسومرية هي تعني الدين، بمعنى المعاني الدين هو دي الذي يقود القطيع، وبهذا من هنا تم تسمية الجماعة المؤمنين بالرعية، هنالك راعي وأكولي لأمر هذه الرعية. هذا يقودنا إلى أين؟ تصبح الطاعة أو الدي هي الأولوية القصوى، وليس للخبز الذي يأكله القطيع ولا أبسط حقوق الإنسان أو أفراد القطيع البشري. النظرة الدين هكذا هي نظرة حيوانية، وهذا ربما يحيلنا لأصل الدين. أصل الدين هي فكرة تجذرت في لاوعي الإنسان عبر عشرات آلاف السنين، وكانت روح الجماعة يرتبطون مع بعضهم من خلال الطقوس التي يمارسونها فيما بينهم، وهذه الطقوس تجعلهم ينتمون إلى بعضهم البعض، يشعرون بأن هذه الطقوس المحددة التي يتم تكرارها هي التي تمثلهم حق تمثيل. عندما يجدون طقوس أخرى مخالفة، هذا معناه أنه هنالك آلهة أخرى، قوى أخرى، تقاليد أخرى، جماعات أخرى، نحن على خلاف معهم أو مختلفون عنهم. هذا يفسر لماذا الدين يتعامل بطريقة القطيع، لأن يعني الإنسان عندما تعلم تربية القطعان الماشية خاصة والكلاب، وتعلمت تربية الحمير مثلا، قال لماذا لا نجرب هذا الأمر على الإنسان نفسه. وأنا أعتقد بالعكس، أنه الإنسان بدأ قادة القطيع البشري بدأوا يجربون فكرة الجماعة وفكرة وجود القطيع البشري، بناء على نجاحهم في هذا الأمر فكروا بأن العملية ممكن، بل من السهولة بمكان أن يتم تطبيقها على الحيوانات. من هنا نستطيع معرفة أن المساواة الدينية هي التي يقاتل من أجلها المؤمنين السذج، كما قلت هو المساواة في جودة الترويض وفي قدرتهم على التخلص من ذواتهم وشخصياتهم المستقلة والتماهي مع الآخرين، وكلما ازدادوا تماهيا كلما ازدادوا مساواة فيما بينهم. معنى المعاني أن المساواة ليس في الإنسان بحد ذاته، إنما التساوي بين أفراد الجماعة البشرية، التساوي الكامل بحيث يتحولون إلى كل بنيان المرصوص كما تقول الرواية الدينية. هذا يفسر لماذا نشاهد رجال الدين يتحدثون لقرون، وحتى بعض رجال الدين من ولادته إلى مماته ويتحدث فقط عن الفرائض الدينية، وكلها هاي الفرائض تصب في صالح الإله، أي في تغزل بهذا الإله الذي هو يمثل النظام الذي خلقه وصنعه وأشرف عليه رجل الدين، لكنهم في الوقت نفسه لا يكاد يشيرون إلى مشاكل المؤمنين الخاصة. هذه قضية لا تخصهم ولا تعنيهم، حتى يعني تنفجر الأمور
فهم يضطرون الإشارة إليها. ماذا يفعلون؟ يلومون المؤمنين أنفسهم. لماذا؟ لأنه يقول لك هذا المؤمن هو سبب المشاكل، لأنهم لا يتعاونون بما يكفي بينهم. إحنا بالنسبة لنا إحنا شغلنا الوحيد هو محافظة على النظام. هذا سبب يشوف الحركات الإسلامية عندما تفكر بالوصول إلى السلطة، تصل إلى السلطة ولا تفعل شيء بعد ذلك، لأنه هو هذا هدفها. هدفها فكرة الإلهية فكرة وجود نظام، أنه إحنا كلنا مجتمعين مع بعضنا ولا نثير أي إشكالات، وإذا حدثت إشكالات فنتعاون فيما بينها، حلت لم تحل لا 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 مشكلة. المهم وجود الله وعبادة الله، أي الحفاظ على النظام وعدم تفريق كلمة الجماعة. فهنا القضية.